بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى أخيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، وذلك بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة يوليو المجيدة. أعرب جلالته فيها عن خالص تهانيه وتمنياته له بموفور الصحة والسعادة ولشعب جمهورية مصر العربية الشقيق بالمزيد من التقدم والازدهار، مشيدا جلالته بعمق العلاقات الطيبة التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين وما تشهده من تطور ونمو. بعث صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى أخيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة بمناسبة ذكرى ثورة يوليو المجيدة. عبر سموه فيها عن بالغ تهانيه وتمنياته له بوافر الصحة والسعادة وللشعب المصري الشقيق كل التقدم والازدهار، مشيدا سموه بالعلاقات الأخوية الطيبة المتميزة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين في شتى المجالات. كما بعث صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه برقية تهنئة مماثلة إلى معالي السيد شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء المصري، معربا سموه فيها عن خالص تهانيه بهذه المناسبة الوطنية. بعث صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى أخيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة بذكرى ثورة يوليو المجيدة. ضمنها سموه خالص تهانيه وتمنياته له بموفور الصحة والسعادة وللشعب المصري الشقيق المزيد من التقدم والتطور، مشيدا سموه بالعلاقات الأخوية التاريخية الوثيقة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين في كافة المجالات.